بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله في ضمن ما ذكره من آيات سورة البقرة التي تضمنت أحكاماً تتعلق بأمور شتى، لكن هذه الآية باعتبار ذكرها لأحكام الحج ذكرناها في عقب أو فيما تلا الآية السابقة في الدرس الماضي، وهي قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية تتلوها مباشرة تأتي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. فالمصنف رحمه الله صاحب نيل المرام في تفسير آية الأحكام العلامة محمد صديق حسن القنوجي، في ضمن كلامه على هذه الآية تكلم على قوله في البداية في افتتاح كلامه على معنى قوله سبحانه الحج أشهر معلومات. وقد تقدم الكلام على هذا أو على شيء منه يسير عند الكلام على قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للحج للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. تقدم بعض تفسير الآية عند الكلام على تلك الآية، وهي ما يتعلق بالأهلة وأنها مواقيت للناس والحج وما يتصل بذلك، لكن هنا الكلام على قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والمقصود ما المقصود بالأشهر المعلومات، وما هو التقدير، لأن أهل اللغة قدروا تقديرين لبيان معنى الآية، فقال بعضهم أن الحج أشهر معلومات، يعني قال الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، وهذا معناه أو بناء عليه يكون الإحرام بالحج في غير أشهره ليس ممنوعاً، ولا باعتبار أن معنى الآية أن الحج الأكمل والأفضل هو حج الأشهر المعلومات المعروفة، وهي أشهر الحج المعروفة وهي شوال وذو القعدة وحشر وعشر من ذي الحجة عند جمهور أهل العلم، وكذا أو شهر أو من شهر ذي الحجة كاملا عند الإمام مالك رحمه الله. المهم أن التقدير قدره بعض أهل اللغة بأن التقدير الحج حج أشهر معلومات، وبناء على هذا التقدير يكون إجازة أو إباحة أو كون أن الإحرام بالحج في غير أشهر لا سائق لا 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 شيء فيه، وينعقد بخلاف ما عند الإمام الشافعي على التقدير الثاني. والتقدير الثاني أن الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، يعني هذا تنصيص على أن وقت الحج إنما هو في هذه الأشهر المعلومات، وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة. فهذا بناء على هذا التقدير الثاني يكون أن الحج لا يصح الإحرام به إلا في هذه الأشهر أشهره وهي أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أو في ذي الحجة كاملا على ما ذهب إليه مالك رحمه الله. فقوله حج معلومات يعني أن الحج معلومة أشهر وقت الحج معلومة أشهره الثلاثة هذه أو الاثنين وعشر من ذي الحجة،
يعلمها كثير من الناس حتى من قبل الإسلام، حتى من قبل الإسلام يعلمون أشهر الحج، وإن كانوا يعملون فيه النسيء، النسيء الذي ذمه الله تعالى، الذي يعني يتلاعبون فيه أو يعبثون بها في الأشهر الحرم، فيقدمون ما يشاءون ويؤخرون، يقدمون يؤخرون المحرم إلى صفر وهكذا. المهم النسيء الذي سماه الله تعالى زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض يعني الفرض وهو الإيجاب، يعني ما ألزم نفسه وأوجب الحج عليه بشروعه فيه، فمن فرض الفرض هنا يعني المعنى أنه أوجب الحج على نفسه بشروعه فيه، نوى الحج وشرع فيه، فهذا فرض على نفسه الحج وألزمه به، وهذا فيه إشارة إلى وجوب إتمامه، وجوب أنه لا يتركه، لا يتحلل منه، لا يخرج منه إلا بإتمامه، كما في الآية السابقة على هذه: وأتموا الحج والعمرة لله، ما يتحلل منها ويخرج منها إلا بكمال أعمال الحج، أو بكونه اشترط، إذا كان اشترط أنه إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا كان حصل عليه عائق أو حابس حبسه من مرض أو عدو أو غير ذلك، كما تقدم بيانه في السابق بالنسبة للكلام على أحكام الإحصار، الإحصار والمحصر. فالمهم لا يخرج إلا من المناسك، مناسك الحج، إلا بإتمام أعمال الحج كاملة يتحلل، أو إذا حبسه حابس، إذا كان اشترط، إذا كان اشترط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضبعة بنت الزبير، قالت إني أريد الحج وإني شاكية، يعني أشتكي من المرض، فقال حجي واشترطي، أو في رواية إن لك على ربك أن تشترطي، أن تشترطي أن محلي، أنه إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فعندها إذا حبسها حابس، إذا اشترط هذا الشرط وحصل له حابس، يعني ما حبسه من شيء حبسه عن الحج أو عن إتمام الناسك، فإنه في هذه الحالة يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، إذا كان اشترط أنه إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذه الأمرين، إما بإتمام أعمال الحج كاملة يخرج منها فيتحلل بإكمال أعمال الحج، أو باشتراط، إذا كان اشترط أنه حبس وحابس، فإنه إذا حصل هذا الحبس أو هذا المانع يخرج منه كذلك يتحلل، أما ما عدا ذلك فما يخرج، ما يترك الحج ولا يترك مناسكه حتى يتمها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث على الأشهر والأقوى والأرجح أنه الجماع، وكل ما يتصل به، غشيان النساء وكل ما يتصل به من كلام وغير ذلك، الجماع ومقدماته والكلام فيه بحضرة النساء، لأن بعض الصحابة فرق بين الرفث الذي يكون بعيداً عن النساء، يعني ما تكلم في مسائل الغشيان النساء، بس بعيد عن النساء، ليس أمامهم النساء، ولهذا ليس رفثاً. الرفث الذي يكون بحضرة النساء، يتكلم في هذه الأمور بحضرة النساء، هذا الرفث. المهم أن الأشهر والأقوى والأرجح بأن معنى الرفث هو الجماع، والدليل على ذلك من أدلة كثيرة عليه، يقول تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا دليل على أن غشيان النساء، وأن الرفث هو المقصود به، أن الرفث مقصود به غشيان النساء. فلا رفث ولا فسوق. أما الفسوق فالفسوق هذا أيضا فيه لأهل العلم أيضاً أقوال متعددة، فمنهم من قال بأن الفسوق هو محظورات الإحرام، ومنهم من قال الذبح للأصنام، ومنهم من قال السباب أيضاً، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم، سماه إيش؟ فسوقاً، وقال هذا الفسوق معناه هو السباب. وبعضهم قال المعاصي، كل المعاصي، الفسوق يطلق على كل المعاصي، جميع المعاصي. والذي اختاره ابن جرير رحمه الله، ابن جرير الطبري في تفسيره، أن المقصود بالفسوق
هو ما يرتكبه المحرم مما حرم عليه، يعني محظورات الإحرام. لكن الحافظ ابن كثير عارض ذلك أو اعترض على ذلك، وقال أن الصواب قول من قال بأن الفسوق هو المعاصي، كل المعاصي، جميع المعاصي، لأن المعاصي لفظ عام يدخل فيه محظورات الإحرام، لأن من يرتكب محظورات الإحرام هي معصية، مخالفة معصية أمر بأن لا يرتكبها فارتكبها المحرم، فهي داخلة في المعاصي، داخلة في المعصية. وكذلك السباب داخل في المعاصي، وكذلك الذبح للأصنام كما كان يفعله أهل الجاهلية، كل هذا داخل في المعاصي. فالذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين وبعدهم، أن المقصود بالفسوق المعاصي، أن المقصود بالفسوق المعاصي كلها، جميع أن المقصود بالفسوق المعاصي كل المعاصي، كل المعاصي يطلق عليها أو يقصد بها الفسوق. ولا جدال في الحج، لا جدال، الجدال فيه له معنيان، له معنيان مذكوران فيه، إما الجدال يعني الجدال الذي هو في وقت الكلام والمجادلة في وقت الحج ومناسكه وأحكامه. يأتي بعض الناس يقول الحج اليوم، ويأتي آخرون يقول لا الحج غدا أو العكس، وبعضهم يقول كما كان يصنع العرب لما كانت القريش يجتمعون بالعرب في المناسك فيقولون نحن حجنا أسلم أو أصح من حجكم، ويرد عليهم الآخرون قالوا لا حجنا نحن أصح من حجكم، فتحصل بينهم مجادلات في هذا. فنفى الله عز وجل أو أبطل هذا الجدال في وقت الحج ومناسكه، لأن الله قد بينه، قد وضح هذه الأمور، وضح وقت الحج ووضح مناسكه ببيان واضح في كتابه، ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها والتي سميت حجة الوداع، وقال لتأخذوا عني مناسككم، بينها، فصل ما أجمل في القرآن. فلما بين الله عز وجل وقت الحج ومناسكه، لم يعد هناك حاجة أو لا يصح المجادلة في ذلك، لا في وقته ولا في مناسكه كما كان يفعل أهل الجاهلية عندما يتباهون ويتفخرون، يقول نحن حجنا أصح من حجكم، والآخرون يردون عليهم بيقول لا بل نحن حجنا أصح من حجكم، أو من يقول الحج اليوم ويرد عليه الثاني الحج غدا، وهكذا مجادلات لا فائدة فيها، والمجرد لغط وإشغال للحاج عما هو جدير به أو بإشغال وقته به من الذكر والدعاء والتلبية، يعني اشتغال ببقية المناسك كلها يشتغل عنها بالجدال فيضيع وقته بذلك. المعنى الثاني الذي يقصد به أو يطلق عليه الجدال، وهو المماراة والمخاصمة التي تؤدي إلى أن تغضب صاحبك، أن تمار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وغيرهما، قال لما سئل عن الجدال قال الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، المراء يعني تجادل حتى تغضبه. وهذا جاء يعني يدل على هذا المعنى الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت كفيل، زعيم يعني بكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الذي هو الجدال، فالمراء يعني الذي يؤدي إلى المخاصمة حتى فتماري أو تجادل صاحبك في الحج حتى تغضبه. هذا فسر الجدال، فسره بهذا المعنى ابن عباس وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. وذكر فيه الحافظ الكثير وغيره والطبري قبله آثار بأسانيد عنهم، بأسانيد الصحيح عنهم، بأن المقصود بهذا. على كل حال الجدال يصلح ليطلق على الاثنين، على المعنيين، الجدال ممنوع أو منفي في لا يصح لا في وقت الحج، لا نجادل في وقته ولا في مناسكه، وقد وضحها الله عز وجل، إلا لمن كان سائلا أو مستوضحا، هذا ما يدخل في جدال. واحد عنده مش إشكال في منسك من المناسك أو سؤال يعني استفتي فيه أو يحدث فيدخل في نقاش كما يسمون مع المفتي حتى يوضح له
وضع يعني يوضح للمستفتي يوضح للمفتي الحال قد يحصل شيء من النقاش الذي يسمى نقاشا لكنه لضرورة فهذا لا بأس به لكن المقصود الجدال في وقت الحج وفي مناسكه ما يصح منعه الله عز وجل أو لم يبحه في عندما يكون في وقت الحج زمن الحج أو في المناسك نفسها لأنها بينها وكذلك المباراة أن تماري أخاك حتى تغضبه والحج ليس مجالا وليس ميدانا للمغاضبة والمكاثرة والمغالبة يكفي الإنسان طول عامه وهو يجادل ويماري ويغضب غيره بحب الغلبة لأن الجدال مشكلته هو إيش أن أحد أن ما هو أحد أن كلا المتجادلين كل منهما يريد أن ينتصر على صاحبه وأن تكون له الغلبة له عليه فالمهزوم أو الذي تكون عليه الحجة والذي لم يستطع أن يعني أبين حجته مهزوم ممكن يسمى هذا يخرج مغضبا أو حزينا فهذا المهم أنه هذا يحصل دائما في طيلة أيام العام فالحج ليس مجالا لذلك الحج مجال للقربات فقط للقربات وذكر ومجال لذكر الله عز وجل وعبادته والقيام بمناسك ما في أصلا الأوقات ما في أصلا ما تسمح أوقات الحج ضيقة ولا تسمح بإشغالها إلا بالمناسك فقط ما في وقت أصلا حتى أن يتجادل فيها أحد مع غيره حتى يغضبه لكن لو حصل هذا فإنه ارتكاب للمحظور الذي حضره الله عز وجل في هذه الآية لا رفث ولا فسوق ولا جدال اللاء هي اللاء النافية في الثلاثة اللاءات الثلاثة هذه نافية لا رفث وحدها لا فسوق ثانية لا جدال لا هذه لا نافية لكن مقصود بها النهي هذا نفي يراد به النهي وجاء بهذه الصيغة للمبالغة تقوية هذا المعنى وهذا مشهور موجود يعني استعمال صيغة النفي بقصد النهي النفي ليس حكما شرعيا يعني النهي نفي يراد به النهي حتى يصير حكما شرعيا حتى يصير حكما شرعيا كان قال لا رفث يعني لا ترفثوا لا فسوق يعني لا تفسقوا لا جدال يعني لا تجادلوا هذا المقصود لكنه صيغته صيغة نفي من ناحية اللغة العربية صيغة نفي لا رفث نفي للرفث لا فسوق نفي للفسوق لا جدال نفي للجدال لكنه نفي يراد به النهي نفي يراد به النهي وهذا شائع ومنتشر ومن الأغراض البلاغية ومعتمد ومعتبر عند أهل العلم إلا يمكن شخص واحد فقط إلا عند شخص واحد فقط وهو أبو بكر ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن فقد اعترض على ذلك أو رد هذا القول بأن النفي يراد به النفي في هذه الآية عند كلامي على هذه الآية قال بأن هذا ليس بصحيح هذا ليس نفيا يراد به النهي قال هذا لا يوجد ولا يكاد يوجد في 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 في, في النصوص نفي يراد به النهي لكن هذا نفي للنفي للحكم الشرعي يقول نفي للحكم الشرعي وليس للموضوع الحسي يعني ليس نفيا للواقع وإنما هو نفي للحكم الشرعي لا رفث يعني هذا هو هكذا كلامه يقول هذا ليس نفيا يراد به النهي ولكنه نفي شرعي ليس نفيا حسيا وهذا يقول نظير قوله تعالى لا يمسه على القرآن إلا المطهرون على ما هو الصحيح بأن المقصود به البشر لا يمسه إلا المطهرون وقد ما يوجد من المطهرين من يمس القرآن يوجد من ذلك فهذا النفي يقول النفي في مثل هذه الآية ليس نفيا يراد به النهي كما تقولون لكنه نفي للحكم الشرعي نفي شرعي وليس نفيا حسيا يعني أن الشرع يقول لا تمس القرآن إلا وأنت مطهر كذلك في مسألة المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا هذا من ناحية الحس قد نجد مطلقات لا يتربصن بأنفسهن يعني ما يمتثلن للحكم الشرعي فإذا
كيف يكون هذا النفي؟ قال النفي هذا نفي نفي شرعي للحكم الشرعي، ولا نفي نفيا حسيا الموجود لأن وجد، هذه ما تربصت، الله تعالى أمرها بأن تتربص، المطلقة هذه لم تتربص، لم تتربص، فهذا أقول نفي شرعي. إذن الآية فيها نفي شرعي وليس نفيا حسيا. وردوا على العلماء الذين قالوا بأن قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال، قالوا أنه نفي يراد به النهي، قال لا، هذا لا يوجد ولا يكاد يوجد، وهما أمران متضادان، النفي ليس كالنهي ولا يجتمع به ولا يعني ما في بينهما صلة ولا تداخل. هذا رأي خاص به، هذا رأي اختص به أبو بكر ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، لكن المعلوم أو الشائع والمنتشر عند جميع عند أكثر العلماء إن لم يكن عند الكل أنها صيغة، أن صيغة النفي التي يراد بها النهي مثل هذه صحيحة وشائعة، والمقصود بها المبالغة في النهي، يعني كأنه يقول شأنك أيها الحاج أنك لا شأنك أنت، يعني هو نفي لكن المقصود به المبالغة في النهي، أنه شأنك يا أيها الحاج أنك لا في الحج لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، هذا شأنك، شأن الحاج هو هذا. فجاء سبحانه بصيغة النفي مرادا بها النهي للمبالغة، الصيغة بهذه الطريقة للمبالغة يعني لتأكيد معنى النهي، حتى يكون النهي قويا ثابتا وواصلا إلى أقصى معاني التأكد والإلزام، يعني لا ترفث أبدا لأي سبب من أسباب، لا تفسق أيها الحاج كذلك، لا تجالد كذلك أيها الحاج. أما ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله فهذا على كل حال يعني رأي خاص به، ما أظن أن أحدا يعني وافقه عليه، وإلا هذه الصيغة معلومة ومشهورة، ودائما يعني يعبر بها أهل العلم عن 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 هذه المعاني، وهو النفي الذي يراد به النفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. بعد أن ذكر، قالوا لما ذكر الله تعالى القبيح، لما ذكر القبيح أعقبه أو أردفه بذكر الجميل، بذكر الجميل وهو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من خير في الحج وفي غيره فإن الله تعالى عالم به، وأتم العلم ويجزيكم، عالم به ويجزيكم عليه أوفر الجزاء وأعظمه وأحسنه، وما تفعل من خير في الحج وفي غير الحج طبعا، لكن الآية إنها تتكلم على الحج، الآية متعلقة بالحج لكن المعنى شامل للحج ولغيره، أنه ما تفعل من خير، التنكير للتكثير، أي خير للتعميم، يعني للتعميم من خير، ما تفعل أي خير قل أو كثر فإن الله به عالم فيجزيكم به أوفر الجزاء وأعظمه وأكمله، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. لما ذكر سبحانه وتعالى الزاد للمسافر في الحياة الدنيا أعقبه بذكر الزاد للمسافر إلى الآخرة، لأن الإنسان في ما دام حيا فإنه مسافر إلى الله تعالى طيلة حياته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فالمرء منذ لحظة ولادته إلى لحظة وفاته هو مسافر إلى الله عز وجل، كما قال بعض السلف لما سأل رجلا عن عمره فقال عمري يعني قال أن له 60 سنة أو عمر 60 سنة، قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل، فسائر طولما فهذا سفر إلى الآخرة. فلما ذكر الله تعالى السفر في الدنيا اللي هو في الحج، سفر الحج وذكر فيه الزاد، التزود بالطعام وبالشراب وغير ذلك مما هو معلوم بالنسبة لشرط الاستطاعة، والشرط الاستطاعة اللي تكلمنا عنه سابقا الزاد والراحلة وما يتصل بذلك، فهذا تزود للسفر الدنيا. لما ذكر التزود لسفر الدنيا أردفه بذكر أو نبه أو أشار
الزاد الذي هو لسفر الآخرة، الزاد الذي هو لسفر الآخرة وهو الأهم والأجل والأعظم. ما هو الزاد لسفر الآخرة؟ قال التقوى. السفر الزاد لسفر الآخرة هو التقوى. قال وتزودوا، أي في سفركم. بعضهم قال أن تزودوا يعني يقصد أيضا بالزاد في الحج، يعني تزودوا بالطعام والشراب، لكن الصحيح أن تزودوا هذه المقصود بها التزود لسفر الآخرة، لأنه قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نص على أن خير الزاد التقوى. أما سفر الحج أو سفر الدنيا هذا في طعام وشراب، ليس من هذا القبيل، لكن الصحيح أن المقصود به سفر الآخرة. والزاد لسفر الآخرة هو التقوى، لأنه قال دليل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى وهو أن يجعل الإنسان طبعا بينه وبين محارم الله وبين ما يغضب ربه عز وجل وقاية، وقاية تقيه من غضب الله ومن عذابه، فهذه التقوى. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي اخشوا عقوبتي واخشوا نكالي واحذروا من سخطي. يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، الباب جمع لب وهو العقل، يا أصحاب العقول، لأنهم هم المنتفعون بهذا التوجيه أو بهذا الأمر الرباني وهذا التحذير الإلهي، أحلى العقول. أما الذين ليست لهم العقول فهذا ما يستفيدون، لا ينتفعون بتوجيه مثل الخطاب. ولذلك خص أهل العقول أولو الألباب، خص أولي الألباب بهذا الخطاب، فقال واتقوني وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ومثلها أولي النهى كذلك، النهى العقول كذلك، وللأبصار أصحاب البصائر النيرة التي تقودهم إلى كل خير. بقي الكلام بعد هذا في حديثين، هذا انتهى الكلام على هذه الآية، لكن بقي قبل أن ننتقل إلى معالم السنن نذكر يعني تفريعا أو مسألة ذكرها الحافظ ابن كثير فيما يتعلق بجدال أيضا بالجدال في الحج، وقال بأنه لما كما عرفتم أن المقصود المماراة والمغاضبة، أنك تجادل صاحبك حتى تغضبه، وهذا المقصود بالنهي، لا جدال، لا تجادل صاحبك حتى تغضبه عليك. قال إلا في حالة واحدة، المملوك، واحد عنده مملوك أو عبد عنده فيريد، يعني حصل منه تجاوز أو حصل منه من هذا المملوك خطأ أو تجاوز ارتكبه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يستعتبه، أو حتى قال بل حتى يجوز أن يضربه، يعني الحاج يجوز أن يضرب مملوكه، مو فقط في 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 يترك، يعني مو فقط يترك ما يجعله يغضب عليه، لا، له أن يضربه حتى. واستدل على ذلك بحديث الحديث الصحيح، وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنبه، إلى يعني جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، أسماء بنت أبي بكر اللي هي أخت من؟ أخت عائشة. عائشة رضي الله عنها جلست إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء أختها جلست إلى جنب أبي، يعني أبي بكر والدها. وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس جاء الغلام، طلع يعني ظهر، طلع الغلام جهل وليس معه زاملة، هذه الدابة التي عليها زادهم وحاجاتهم وأدوات التي يحتاجونها، ما جاء، المفروض أن تكون معه الدابة هذه لكنه ضيعها، ما جاء زاملة الرسول وزاملة أبي بكر كان مشتركة، فأتى الغلام وليس معه هذه الزاملة، فقال له أبو بكر بعير أين هو، يعني سأله عن هذا، قال أين بعيرك، قال أبو بكر رضي الله عنه لغلامه هذا أين بعيرك،
قال أضللته، ضيعته يعني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضلله؟ بعير واحد ما 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 استطعنا أننا نستأمنك عليه. فجعل يضربه، جعل أبو بكر يضرب المملوك هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في هذه الحالة. الرسول حاضر أمامه الواقعة وأمامه المشهد، يعني أبو بكر يضرب واحد بعير أضعته، واحد بعده صار يضرب عقوبة له. وهو كان من كان إيش كان محرما، أبو بكر كان محرما لأن هذا كان في الحج. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. كان يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يعني المفروض أنه ما يصنع ذلك. معنى هذا الكلام إيش؟ أنه ما يصنع هذا، لكنه قالوا إنكار خفيف، إنكار لطيف. وهذا معنى ذلك أن الأولى ألا يفعل ذلك، لأنه لو كان محرما، لو كان ضرب المملوك على هذا محرما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يعني جازم وواضح. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يعني تعجيب من أمره. فقال رحمه الله أن هذا يعني حتى بعضهم بالغ في ذلك، قال أن ضرب المملوك مما يجب في الحج ويتعين. هذا عاد مبالغة شديدة يعني. الصحيح قال رحمه الله أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يقول كهيئة الإنكار اللطيف تدل على أن الأولى إيش؟ فعل ذلك أو تركه. الأولى ترك ذلك لأنها، ولا كان قال له لا تفعل ذلك، هذا لا يجوز، وكذا بعبارة صريحة واضحة. لكن هذا من باب التعجب، وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم: انظروا هذا ما يفعل. فهذا إنكار لطيف يدل على أن الأولى ترك ذلك، مو أنه يجب عليه أن يفعله فضلا عن أنه لا، الأولى تركه. في معالم السنن عندنا حديثان ذكرهما أو شرحهما الإمام الخطابي رحمه الله، وهو حديث لا صرورة في الإسلام، حديث لا صرورة في الإسلام، لأنه عنون عليه صاحب السنن بهذا العنوان، العنوان لا صرورة في الإسلام. ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. وطبعا هذا في سنن أبي داود، لأن الشرح شرح الإمام الخطابي على هذه السنن. فهذا الحديث سكت عنه أبو داود، لكنه حديث ضعيف، وهذا يدل على صحة ما تقدم الكلام فيه عند الكلام على رسالة أبي داود رحمه الله إلى أهل مكة في وصف سننه، لما كتبوا إليه يسألونه عن وصف عن السنن، يصفها لهم السنن التي ألفها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب لهم رسالته المشهورة وهي مطبوعة ومتداولة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. فمن ضمن ما قال لهم أني ذكرت في هذا، يعني في هذا الكتاب، الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وبعضها أصح من بعض، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح حد هذه اختلفوا فيها، مقصود بصالح يعني صالح يعني صحيح، ولا صالح للاحتجاج، ولا صالح للاعتبار. المهم فيها كلام كثير يذكرونه في علوم الحديث، في علوم الحديث ما ليس هذا مجاله، تكلمنا عنه سابقا في عند الكلام على المداخل إلى سنن أبي داود. المهم أنه هذا سكت عنه أبو داود رحمه الله، لكنه حديث ضعيف. فهذا دل على صحة ما ذكره أهل العلم كالحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، عندما قال: الصحيح أنه ليس كل ما سكت عنه أبو داود يكون صحيحا، بل هو أصناف وأنواع. أنواع الذي سكت عنه أبو داود ما تكلم عنه، يعني ما قال صحيح ولا قال ضعيف ولا قال فيه شيء، هذا ليس في كل الأحوال يكون صحيحا، ولكنه أنواع وأقسام. ثم ذكرها في تفصيل كثير في كتاب النكت على ابن الصلاح، على كتاب ابن الصلاح. المهم أن هذا حديث ضعيف، ذكر المنذري، الحافظ المنذري الذي اختصر هذه السنن، الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري الذي اختصر سنن أبي داود، ذكر في هذا المختصر
أن في إسناده في إسناد هذا الحديث عمر بن عطاء وهب بن وران المكي، وقد ضعفه وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. العجيب أني رأيت لابن معين، الإمام ابن معين من أئمة الجرح، من كبار أئمة الجرح التعديل معروف، يقول بأنه ثقة. هذا أغرب شيء، لكن هنا ينقل عنا أنها أن كثيرا أو أكثر الأئمة قد ضعفوه، ضعفه غير واحد من الأئمة، ولذلك فهو حديث ضعيف. المهم على تقدير ثبوته، الشرح على تقدير ثبوته، يعني لو قدرنا بأن هذا الحديث أتت له طرق وشواهد قوته، ودحين هو الآن ضعيف، لكنه وجدنا له شواهد أو متابعات يرتقي بها تجبر هذا الضعف. الضعف يحتاج إلى جابر، يحتاج إلى جابر، مثل الكسر، مثل الكسر الذي يجبر بالجابر. فلو افترضنا، يعني على افتراض بأننا وجدنا لهذا الحديث شواهد أخرى ومتابعات تقويه فيرتفع بها من درجة الضعف، لو فرضنا ذلك فإن معناه هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله بأنه قال الصرورة تفسر تفسيرين. فسر الصرورة، لا صرورة في الإسلام، بأن تفسيرين. التفسير الأول الصرورة الذي تبتل وانقطع عن النكاح، ما تزوج قط. الصرورة الذي تبتل، قطع عن النكاح، لم يتزوج قط. هذا قال على مذهب رهبانية النصارى، على مذهب الرهبان هنا يتزوجون، يعني في رهبانية النصارى ما يتزوج، محرم عليه الزواج. قال فهذا مثله الصرورة الذي لم يتزوج قط. وقال ومنه قول النابغة، قال استشهد على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله على أن المقصود، يعني من ضمن المقصود بالصرورة أنه الذي لم يتزوج، قال منه قول النابغة، منه قول النابغة وهو النابغة الذبياني، النابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية، اسمه زياد بن معاوية أبو أمامة، وهذا أحد شعراء الجاهليين، أحد الشعراء الجاهليين، من شعراء الطبقة الأولى من شعراء الجاهليين، وكان يضرب له في سوق عكاظ خيمة من جلد أحمر فتعرض عليه أشعار القوم، أشعار الشعراء، حتى يعطي رأيه فيها. فهذا من فحول شعراء الطبقة الأولى من الجاهلين. ذكر الخطابي رحمه الله بيتا له من قصيدته الشهيرة، أمن آل مية غاد ومرائح رائح مقتدي. هذه بداية البيء، الشطر الأول منها الذي احتج به قوله لو أنها عرضت لأشمت راهب عبد الإله، عبد الإله صرورة متعبد، لو أنها مرأة، لو أنها عرضت لأشمت راهب عبد الإله صرورة متعبد. بقية البيت لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولا خاله رشدا ولو لم يرشدي. فهذا على كل حال هو يصف امرأة، وفي القصيدة لها قصة طويلة معروفة من مشاهير القصائد، قصيدة النبغ في 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 وصف امرأة، لكن الخطابي رحمه الله ذكر البيت شاهدا على أن المقصود بالصرورة الذي لم يتزوج، لو أنها عرضت لأشمط راهب، الأشمط الذي اختلط شعر رأسه بالسواد بالبياض، الأشمط ورد في الحديث أشيمط، في الحديث الصحيح أشيمط زان، أشيمط الذي اختلط السواد شعر رأسه ببياضه، لو أنها هذه المرأة عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد. صرورة في البيت هنا مقصود بها إيش؟ الذي لم يتزوج، مترهب، مثل ما قال، مثل رهبانية النصارى، لرنا لبهجتها وطيب حديثها ولا خاله رشدا ولو لم يرشدي. هذا دليل على أن في اللغة أن المقصود بالصرورة الذي لم يتزوج. المعنى الثاني للصرورة هو الرجل الذي لم يحج قط، الرجل الذي لم يحج قط، وهذا يعني هو المقصود هنا في الحديث. لكن الإمام الخطابي نظرا لتوسعه في اللغة وفي الأدب وشأن كل الشراح الآخرين أيضا يستشهد
بأقوال الشعراء وبأقوال العرب في بيان معنى ما يذكره كذلك. فالمعنى الثاني للصرورة وهو الرجل الذي لم يحج، ويقول أن معنى ذلك أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس المسلمين إلا وقد حج. المعنى النفي هنا لا صرورة، يعني أن من سنة الدين أنه لا يبقى مسلم إلا وقد حج، ما يصح أن يبقى صرورة يعني لا يحج. لا، فمعنى النفي في الحديث هنا أنه من سنة الدين أنه كان يقول لا يبقى أحد من المسلمين لا يحج. لإيش؟ حتى لا يكون صرورة، حتى لا يكون صرورة، لأنه إذا لم يحج أصبح صرورة، أصبح صرورة. وقال يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. هذه مسألة كذا ذكرها في الشرح، الصرورة هذا الذي لم، قلنا الصرورة الذي لم يحج قط هل له أن يحج عن غيره؟ واحد صرورة لم يحج قط أبدا، ما حج حجة الإسلام ولا، فهل يجوز له أن يحج عن غيره؟ قال ال- 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 قد يستدل به بعض من يقول بأنه لا يجوز أن يحج الصرورة الذي لم يحج عن غيره. يقول تقدير الكلام الذي قال بأنه أنه لا يجوز حج الصرور عن غيره، قال أن الصرور إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه، عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة. المهم أن في هذه المسألة أن فيها يعني فيها أن فيها قولين لأهل العلم. القول الأول أن الذي حج، أن الذي لم يحج لا يجوز له، لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام لا يصح له أن يحج عن غيره. وإذا حصل منه ذلك، الذي لم يحج حجة الإسلام لم يحج عن نفسه، إذا حصل أنه حج عن غيره كيف يكون هذا حجه؟ يقول أنه الحج هذا ينقلب عنه، ينقلب أن ينقلب إلى نفسه، إلى إلى الصرور هذا لم يحج، ما يصير عن الحج الشخص الذي استنابه، لكن يصير عن نفسه. وهذا دليله الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في هذه حجة الوداع يقول لبيك عن شبرمة، سمع شخص يقول لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي. فقال أحججت عن نفسك؟ الملبي هذا الذي لبي قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحديث وإن كان يعني صار فيه خلاف هل هو مرفوع أو موقوف على الصحابي، هل هو موقوف الحديث الموقوف الذي هو من حديث الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققون والأكثرون أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنقول عن الإمام أحمد فقط بأنه اختار الموقوف، رجح الموقوف، يعني ليس حديثا مرفوعا وإنما هو من قول الصحابي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل أنه في رواية صالح المشهور عن الإمام أحمد أن هذا الحديث موقوف، يعني مما يعللون الحديث المرفوع من الموقوف فيصبح خرج عن الاحتجاج لأنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح من قول الصحابي. عد هذا له مسألة ثانية، قول الصحابي والاحتجاج بقول الصحابي وبرأيه وما يتعلق بهذا، هذه مسألة أيضا تبحث في علوم الحديث وفي أصول الفقه. المقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، ما هو عبد الله راوية المسند، في رواية ابن صالح قال بأن الإمام أحمد أيضا قال أو رجح الرفع، يعني أصبح كغيره يقول بالرفع فأصبح الحديث مرفوعا. المهم أنه حديث صحيح ذكره البيهقي، ذكر البيهقي صحته في سننه الكبرى وغيره كذلك، فهو حديث صحيح. لكن الكلام هل هو مرفوع أو موقوف، هل مرفوع أو موقوف؟ فالذي عند المشهور عن الإمام أحمد أنه صحح الوقف أنه موقوف، لكن كما سمعتم أن الصحيح أيضا أو جاءت فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد أيضا في رواية ابنه صالح يقول أيضا بالرفع، فأصبح زال الشبهة أو زال الإشكال لمن قال بأن الإمام أحمد يقول بأن هذا الموقوف.
أما هذا عند من؟ عند جمهور أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي إمام أهل الشام وغيرهم، أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه الذي هو الصرورة لا يجوز أن يحج عن غيره. مالك رحمه الله يقول بأنه، وكذلك أبو حنيفة يقول بأنه يجوز لمن حج لمن لم يحج، يجوز لمن حج لمن لم يحج عن نفسه يجوز أن يحج عن غيره ويبقى على نيته، ما دام أنه نوى الحج عن غيره فيقول الحج على ما نواه، لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الصرورة إذا كان نوى الحج عن غيره فيبقى نيته على ما نواه، هذا عند أبي حنيفة ومالك. يعني معنى إيش؟ أنه يجوز حجه حتى لو يحج عن نفسه، لكن الصحيح والأرجح والأقوى والذي تدل عليه الأدلة ومنها هذا الحديث الذي سمعتموه أنه لا يصح حج من لم يحج عن نفسه حتى يحج هو أولا عن نفسه ثم يحج بعد ذلك. بقي الباب الثاني وهو حديث أو باب في الصبي يحج، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين سلموا عليه؟ فقالوا المسلمون. هذا جوابهم، نحن يعني عرفوا بنا نحن المسلمون، نحن مسلمون الجواب. فقالوا المسلمون، فقالوا هؤلاء الذين هم المسلمون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، هذا تعارف، يعني تعارف ما مثل ما يلتقي جماعة من الحجاج، من أنتم؟ يقول نحن فلان وفلان من بلد كذا، وأنتم من؟ أنتم فلان، نحن فلان وفلان من بلد كذا، فهذا التعارف حصل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفعت امرأة صبيا فأخرجته من تحت محفتها. المحفة هذه قالوا من مراكب النساء، مركبة من مراكب النساء مثل الهودج لكنها غير مقببة، ليس عليها، ما فيها قبة من فوق، ليس عليها قبة، فهذه المحفة. المحفة أخرجت الصبي من المحفة فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ هذا الصبي هل له حج؟ يصح حجه، يعني يصح منه الحج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك النسائي وغيرهما. فيعني أظهر أو أهم ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث أن يعلم أن المقصود أولا أن صبي الحج صحيح، وأن حج الصبي صحيح، ويكون الأجر لوليه الذي حججه مثل أبيه، ولا الولي إذا كان ولي له، ولي على أمواله فحج به، فلاجتهاده يكون الأجر لاجتهاد الولي أو الأم أو الأب، لاجتهاده في حرصه على تحجيج الصبي يكون له أجر اجتهادي في هذا الباب. وأما الصبي فإنه وإن صح حجه لكنه لا يسقط عنه حج الفريضة، لا بد إذا بلغ أن يحج حجة الفريضة. هذه الحجة التي صحت له بصريح قوله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني لا أنعم له حج، هذه لا تسقط عنه حجة الفريضة، إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الفريضة. لكن الإجازة هنا هي في الفضل والأجر وليست في سقوط الفريضة، يعني يصح الحج ويثبت له الأجر فقط، أما ما تسقط عنه حجة الإسلام بهذه الحجة، هذا المقصود، هذا قصده صلى الله عليه وسلم، أنه لا، لأنه قال ولك أجر، ولك أجر، ويصح الصبي كذلك يكون له أيضا أجر، لأنه تدريب لما فيه من تدريب وتمرين لما فيه من تدريب وتمرين له على هذه الشعيرة، وهذا مسلك أو مقصود تربوي عظيم. لذلك يعني ينشأ الصبي من صغره على التمرن على هذه الشعيرة، فجعل الأجر فيها، لكنه في المقصود في الأجر إنها في الأجر والفضل وليست في إسقاط الحجة، حجة الإسلام عنه، فإذا بلغ لا بد أن يحج. ومسألة ثانية تتعلق به كذلك، الصبي إذا جنى، الآن هذا حج لكنه جنى مثل الكبير، الجنايات التي يعملها الصبي، يعني مثلا صاد صيدا أو قلم ظفرا
أو 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 أو, أو تطيب بطيب، أتى بأي محظور من محظورات الإحرام ارتكبه الصبي، فهذه فالفدية التي تجب على الحاج الكبير هل تجب على هذا الصبي الصغير أيضا أم لا؟ وإذا وجبت على تجب على من؟ على الصبي في ماله هو أو في مال وليه الذي حج به؟ هذه فيها قولان أيضا أو روايتان عن العلماء. القول الأول أنه مثل الكبير، إذا جنى فإنه يفدي، والفدية تكون في ماله هو، لأنه هو الذي جاني، الصبي هو الجاني، هو الذي جاني، يعني اللي حصلت منه الجناية. وهذا قول أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يفدي، يعني طبعا الذي يقوم بالفدية للولي، لكنه من ماله، من مال الصبي، لأنه هو الذي أتى بالجناية. الولي ليس الولي هو الذي جنى، ولكن الصبي هو الذي أتى بهذه الجناية، فتكون الفدية في ماله هو. والقول الثاني لا، أن الفدية في مال الولي، وهو قول مالك رحمه الله. الفدية لما يجني الصبي هذا الذي حج وهو غير بالغ، إذا جنى يفدي، لكن ليس من في ماله هو، الفدية هذه ليست من ماله أو في ماله، لكنها في مال الولي. لماذا؟ لأنه هو الذي حججه، يعني ما بدنا نقول هو الذي ورطه، لا، نقول هو الذي يعني سهل له هذا الحج وحثه عليه ورغبه فيه، فأصبح من هذه الحيثية مسؤولا كذلك عن جنايات الصبي. فلذلك تقع هذه عند مالك رحمه الله، تقع جنايات الصبي أو المحظورات التي ترتكبها يفديها، لكن في مال وليه، لأنه هو الذي حج به، وهو الذي ساقه، وهو الذي أدخله في هذه المناسك، وهو الذي إلى آخره. فإذا عند الفدية عند مالك رحمه الله في مال الولي وليس في مال الصبي. أما عند أحمد رحمه الله فإن الجناية أو الفدية في ماله هو، لأنه هو الجاني، يصبح مثل الكبير، مثل الكبير الذي يفدي من ماله. هذا أيضا كذلك الصبي يفدي من ماله، لأنه هو الجاني، هو الذي الجاني، وليس الولي الذي جنى، ليس الولي ما له ذنب، ما ارتكب محظورا ولا فعل شيئا حتى نغرمه، لكن الذي حصل منه الجناية هو الصبي. كذلك آخر مسألة تتعلق بهذا الباب، باب حج الصبي، أنه الصبي يفعل به أو يقوم وليه بكل ما يفعله الكبير به، فيطوف به محمولا، إذا كان ما يستطيع يمشي يطوف بالصبي محمولا، إما محمول على العاتق أو على هذا، أو محمول على اللي يسموها الشبرية أو كذا، الأشياء التي يحمل فيها، فيطوف به محمولا، وكذلك السعي يسعى به محمولا إذا كان لا يطيق المشي، فيطوف يسعى به محمولا ويطوف به محمولا إذا كان لا يطيق المشي. ومثله المجنون، قاسوا عليه المجنون الذي لم تصح أو لم يعني ما أفاق من جنونه، في حالة جنونه ما أفاق من الجنون وحج وهو في هذه الحالة، فيكون مثل الصبي أيضا، يعني يطاف به محمولا إذا كان لا يطيق المشي، ويسعى به أيضا، السعي بين الصفا والمروة يسعى به كذلك محمولا إذا كان لا يطيق المشي. المجنون الذي لا يفيق أو لم يفق وهو في أثناء الحج، أفضل أنه مجنون لكنه حج به وليه، فيكون مثل الصبي في هذا الحكم. هذا فيه إن شاء الله كفاية في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل منهم حجهم، واجعله اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا. اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا اللهم من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وارزقنا وإياهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.